مساكم الله بالخير مشاهدي العراقية نيوز في ساعة مباشرة من بعد التاسعة لنخوض اليوم بموضوعة التغيير الجوهري ومعطيات الإصلاح الشامل. لأجل ذلك معي في الاستوديو الدكتورة سميرة الموسوي عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني عن دولة القانون، حياك الله دكتورة. وأيضا الدكتورة اياد العنبر الأكاديمي والمحلل السياسي، الله بالخير دكتور. وسينضم معي بعد قليل من البصرة عبر الأقمار الدكتور حسن البزوني عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن، وحياك الله مرة أخرى دكتورة. وخلي أبدو وياك قراءتك لما طرح الدكتور العبادي من الإصلاح الشامل، والناس هم تريد تفتهم شنو مصطلح التغيير الجذري، شو يعني؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء طرح مبدأ عام هو التغيير الوزاري، وسماه تغيير جوهري بتغيير واستبدال، بتغيير أو استبدال بعض الوزراء لبعض الوزارات. وطلب في هذا من الكتل السياسية والبرلمان أن يعينوه على هذا. إجا بعد مراجعة لحكومته اللي صار لها أكثر من سنة ونص. المراجعة مطلوبة في كل مكان في العالم بعد فترة من أداء معين، سواء لحكومة أو لبرلمان أو لأي مؤسسة، يا بل لأي شركة، لأي دائرة، الدائرة أو المؤسسة أو الشركة تراجع أدائها، أي تراجع أمورها، ماذا حصل، أكو إخفاقات، أكو تحديات، أكو مشاكل، ما هو الإنجاز. عند ذاك يعني تعمد إلى وضع حلول لمشاكلها، لتجاوز إخفاقاتها، تبني سياسة جديدة. وهذا ما يحصل في كل العالم وفي كل وقت، وهذا ما فعله يعني أظن أنه الدكتور حيدر العبادي. بعد أن حقيقة وصلت الأمور إلى عدم رضا المرجعية العليا، واللي هي يعني حارسة وصمام أمان يعني، والكل يعترف ويعني بأهمية ودور المرجعية لكل العراقيين. فبينت عدم رضاها بعد أن قدمت كثير من الحلول، كثير من النصائح، كثير من التوجيهات في كل مرة، في كل جمعة، في كل مناسبة، لكن لم يلمس المواطن أي تغيير. ثم أن هناك عدم رضا من الشارع، من المواطن العراقي، والخروج غير كل جمعة لساحات، وكل جمعة يخرج ويطلب وينادي، ويعني أصابه الملل والتعب والاشمئزاز من الواقع السياسي، من الأداء السياسي، وكذلك من المتصدين للعملية السياسية، القيادات السياسية المتصدية والأحزاب. وهذا يعني الآن حتى يعني البرلمان، البرلمان الآن عليه أن يراجع، وراجع ولكن بشكل جزئي. لا خلينا دكتور، نعم. هاي بيها تفاصيل أكثر أخذها وياك خلال عمر، نعم. الحلقة. لذا هي كخطوة إصلاحية، ونسيت أن أقول شيء، أن لديه حسب ما نعلم أنه لديه لجنة مركزية تتابع أو تابعت عمل الوزارات، ولديها مؤشرات عن أداء الوزارات، سواء مجسات من يعني شعبية وكذلك من الخبراء والمختصين. هم راح نناقشها بشكل إلى هذا، عنده معلومات سيأتي إلى البرلمان أو إلى الكتل السياسية، وعلى ما أعتقد أن لديه معلومات ومؤشرات وأمور عن إخفاقات بعض الوزارات وعن ضرورة استبدال بعض الوزارات او التغيير. انا بس راح نقرا البيئه الموجوده بالبرلمان حتى يكون المتيء لها والمجيء لها ناجع. يعني راح ارجع لك دكتوره اياد، حياك الله مره اخرى. يعني سلسله الاصلاحات بدت بالغاء مناصب، تقليص حمايات، الى دمج وترشيق الوزارات. اليوم هل هو الخاتمه انه يكون التغيير الجوهري برايك؟ لا، بالتاكيد هو المعركه بالاصلاح طويله جدا وتحتاج إلى نفس ومماطلة. قد تكون الخطوات التي أو الحزمة الأولى والحزمة الثانية وجهة نظر الشارع لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تستفيد من اللحظة التاريخية التي وجدت لإمكان
قلب الأوراق وإعادة تنظيم ما تم إفساده منذ 2003 من تراكمات على أساس التوافقية الفاشلة، وليس التوافقية التي ممكن أن تبني دولة وإنما عطلت دولة. هذه قضية. القضية الثانية تتعلق بالإرادة الحقيقية للإصلاح. الآن أعتقد أنه يجب أن نحدد ماذا نريد وما هي الخطوة القادمة. إعلان عنوان شامل، التغيير الجوهري وإصلاح. هذه المرة قالها الدكتور حيدر العبادي، وعندما يعلن قضية فبالتأكيد أن هنالك خطوة فعلية وراها. الآن إعلان، قد يكون الآن مجسات، لا نعرف تحديدا ما هي الخطوة القادمة، لكن بالتحديد الكل يترقب إلى إحداث تغيير جوهري، إلى إحداث إصلاح. مشكلتنا في المرحلة الماضية أننا بقضية إدارة مؤسسات الدولة هنالك أشخاص نبحث لهم على المناصب، وليس مؤسسات نحتاج إلى إدارتها ومن ثم نبني دولة من خلال بناء هذه المؤسسات. هذه المرة أعلنها صراحة، لدي رؤية ولدي مشروع تغيير، من معي فهو يستمر محطات، محطة الأولى محطة الثانية، من لديه رغبة وإرادة ولديه فعلا نية ورغبة صادقة في الإصلاح سيكون معه في المحطات، ومن ليس لديه أو يحاول أن يعلي مصالحه الحزبية وبحجة التوافقات السياسية فأعتقد سيكون بالمحك. شوي بتفصيل أكثر، هو هذا أريد سؤالي، من المعطيات والأدوات اللي راح تؤدي بالدكتور العبادي بالمضي بالتغيير الجوهري؟ يعني حقيقة الكل متفق حاليا على شعار اسمه الإصلاح، لكن كيف يتم هذا الإصلاح يحتاج إلى قضايا نظرية وقضايا عملية فيما يتعلق. مثلا على سبيل المثال، دعوة السيد مقتدى الصدر اليوم إلى الإصلاح تتوافق مع رؤية عامة وهي إعلان، وهنالك كتلة سياسية أخرى أكدت على أنها بمشروع الإصلاح ووضعت استقالتها بيد أمام رئيس الوزراء. الكتل البقية لم تعلن هذه القضية. هذه بقضية المواقف العملية تفرز من مع الإصلاح ومن هو ضد الإصلاح. الخطوة التي تحتاج إلى دفع وزخم جماهيري هو ما هي نية الدكتور رئيس وزراء للعبادي بخصوص الإجراء الحقيقي. هذه القضية تحتاج إلى مكاشفة كآلية. أولى المكاشفة الإعلان عن اللجنة التي مختارة بإحداث هذا التغيير. إذا كانت هذه اللجنة من ضمن الحزب أو من نفس الطاقم الذي هو مسؤول في الفترة الماضية، لا أعتقد هذه القضية ممكن أن تكسب شرعية جماهيري أو تعاطف جماهيري مع هذا المشروع. هذه القضية الأولى. القضية الثانية النظرية، هنالك مبادئ أساسية في السياسة العامة وفي إدارة مؤسسات الدولة. يحتاج أي خطوة أو أي مشروع يحتاج إلى 4 مرتكزات. المرتكز الأول هو عقلنة الإدارة، بمعنى إخضاع جميع أعمالها لقانون واحد حتى تبني مؤسسات، مؤسسات دولة. القضية الثانية هو استهداف تعزيز مبدأ المواطنة. هذه القضية الثالثة هو كيفية توسيع الممارسة الديمقراطية، وهذا ما أعلنه الدكتور حيدر عبادي بقضية أنه يترك الأمور للبرلمان. وحتى المبادئ التي أعلنها السيد مقتدى الصدر اليوم أكدت على أن البرلمان هو الذي يختار، هو الذي يحدد باعتباره السلطة العليا في الدولة، وهي مادة دستورية، المادة 78 تحدد هذه. يعني بمعنى هذه الخطوات تبقى قضية بعدين، انه البعد الرابع في هذا في اي قرار يجب ان تتخذه الدولة هو تعزيز حركية المجتمع، بمعنى التفاعل مع الإرهاصات المشاركة التي كل يوم جمعة في بغداد والمحافظة. خليني راح ارجع بها بتفصيل وياك دكتور. دكتور سميرة، يعني ذكر الدكتور اياد قضية الانموذج بتقديم الاستقالة دكتور حسين الشهرستاني، وأيضا خطاب السيد مقتدى الصدر. حضرتش من كتلة الدكتور الشهرستاني، احكي لي هاي المبادرة اشتعني بالمقابل ضمن التغيير الجوهري. يعني أولا احنا كتلة مستقلون أعلننا في بيان يوم الخميس الماضي عن يعني الواقع السياسي الموجود في البلد والتحديات الخطيرة اللي يمر بها العراق
وكذلك حالة الضبابية الموجودة بين الكتل السياسية وفي الائتلاف الواحد بل في الكتلة الواحدة وتناقض موجود، وهذا يؤثر سلبا على الواقع السياسي صحيح. وعلى يعني الواقع الحكومة، وكذلك ثم يلقي بظلاله على مجمل أبناء الشعب العراقي وعلى يعني المصلحة المصالح العراقية العليا. وكذلك بينا أنه المرجعية العليا في النجف الأشرف أبدت يعني كان انتقلت من التصريح إلى التلميح إلى وسكوتها عن الخطبة السياسية كان صعب، وقعها صعب نعم. فإذا هذا يجب أن ننبه أنفسنا قبل وكذلك ننبه الآخرين إلى خطورة المسألة الآن، وعلى اتباع الآن سياسة تبني سياسة منهجية سياسية جديدة تخرج البلاد من هذه الأزمات وتحفظ مصالح الشعب العراقي. وبينا موقفنا إزاء كل الأمور الآن اللي يجري فيها العراق، من قضية الفساد وكيفية معالجته، من يعني قضية يعني الحشد الشعبي وحمايته من التجاذبات السياسية. الآن نحن نطمح إلى حماية الحشد الشعبي، نعتبره مقدس أن نحميه من هذه التجاذبات السياسية، وكذلك رفض مبدأ المحاصصة. المحاصصة هي سبب الفساد، وهي التي قتلت الأمل في نفوس العراقيين. ونعتمد مبدأ الكفاءة. لاحظ مبدأ التكنوقراط لا يهمه إن كان في يعني إن يدعى إلى المنصب أو الموقع فأهلا، هو يدعى ويقدم خدمة، لكن إن لا يدعى وفي هذه الظروف هو ينسحب، مكانه موجود في المجتمع وفي العالم. ودكتور حسين الشهرستاني هو يعني أمين عام كتلة مستقلون، توج بيان الكتلة بتقديم استقالته، وضعها تحت يد الدكتور، وضعها تحت يد الدكتور، لأنه هذا ما تعمل له الكتل السياسية. هاك يا رئيس الوزراء، هذه حصصنا أو هذه وزاراتنا التي أسندتها إلينا، تفضل وأنت اختار بما ترتئيه وبما يعني هذه العملية هو المسؤول عنها دكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء. إحنا انتخبنا هذا الرجل وانطيناه ثقة رئيس وزراء، خلاص الكتل السياسية كلها. فإذا عليكم الآن هذه الخطوة أنت. ثم أنه المواقع يعني الآن، قبل كنا نتكلم مع الأخ الدكتور أياد العنبر، أنه الآن في العالم كل موقع الآن من المواقع له معايير أن يتبناه الشخص، ليس هكذا من هذه الكتلة ومن هذه الكتلة بمرشحين يعني بعيدين جدا عن الاختصاص وعن المهنية وعن يعني عن حتى الوزارة التي يتسنموها. يعني نسمع كثيرا من هذا، يعني بعيدين جدا عن الأداء الجيد في وزاراتهم، لذا هم ليسوا تكنوقراط. يعني أنا أتعجب لماذا التمسك، لماذا التمسك بوزارة إلا إذا يكون مستفيد. وبعدين إحنا عندنا كلنا يا أخي، إحنا كلنا مسلمين ونعلم أنه مبدأ إسلامي سامي جدا يقول طالب الولاية لا يولى. أني أجي أقوى إلا أني أتولى هذا المنصب، لماذا؟ لماذا؟ هل أخدم البعض تحس نفسها قيادات؟ لا، هي القيادات نعم، قيادات حزبية. ليس هناك في العالم كله، أنه الكتل الحزبية هي التي تجلب من داخلها سياسيين يتولون. بس خليني أرجع لموضوع الدكتور الشهرستاني. يعني الدكتور الشهرستاني أحد القيادات. إيش قد كان يعني وقع تقديم يعني وضع الاستقالة بيد الدكتور العبادي، إيش قد كان وقع على الأصدقاء والزملاء والكتل والمؤتلفين معهم دكتورة؟ أنا لحد الآن جيت يعني وأنتوا شفتوني بالسيارة لحد يعني الناس لا يعني الدكتور حسين شهر يعني ثمنوا هذا الموقف. منو جمهوركم؟ لا مو جمهورنا، ناس أكاديميين، ناس مسؤولين بالدولة يعلمون حقيقة يعني عمل الدكتور حسين الشهرستاني. مع العلم هو قدم للعراق يعني بحقيقة أقول لك، وليس دفاع ولا يحتاج دفاع. يعني هذه قضية جولات التراخيص الآن اللي بعض المتخلفين والجاهلين والذين لا يفقهون بند واحد أتحداهم أن يجلسوا ويتحادثوا مع يتناول هذا الموضوع مع مختصين، تناوله ويا مختص أمام الكاميرات، قول أي بند من البنود أنت تعترض عليه، لا يفقه ولا يفهم أي بند، ولكن فقط يعني مغرف
ولأغراض سياسية ولأغراض لأنه أكيد منعه الشهرستاني من الاستفادة من شيء، أما من أنبوب نفط أو من ولا يعتمد. والآن في بيان إحنا طلبنا من وزارة النفط أن بيان وزارة النفط أن تصدر بيان حول جولات التراخيص وأهميتها حتى يبقى للتاريخ. الوزارة مسؤولة فيها مختصين، أما هؤلاء الذين يتكلمون السياسيين هم اللي هم دعاة المناصب وهم دعاة ولم يقدموا ما خبرتهم. أنا هنا أسأل شلون الدكتور العبادي لا عندهم خبرة، لا ما هي خبرتهم، ما مبلغ علمهم، ما الذي قدموه؟ هل قدموا فد يوم قانون؟ هل قدموا يوم مشروع؟ إيش قد راح يكون هذا الموضوع عائق؟ نعم. أمام الكتل السياسية اللي هي رايدتهم وأمام الدكتور العبادي اللي يسوي تغيير جوهري. راح نرجع بهاي التفاصيل كلها. إحنا اسمحي لي دكتورة، انضم وياي النائب محسن السعدون عضو مجلس النواب عن تحالف القوى الكردستانية هاتفيا. حياك الله سيادة النائب. أهلا وسهلا يا أخي سيد محسن. نعم أسمعك. إذا كنت تسمعني أسمعك. حياك الله سيادة النائب. أنا سؤالي لحد الآن تحالف القوى الكردستانية ما أمطت أي تصريح أو رأي بالتغيير الجوهري اللي أعلن الدكتور حيدر العبادي، تفضل شنو قراءتكم للموضوع؟ شكرا على الاتصال. حياك الله. يعني احنا بينا اكثر من مره خلال اليومين الماضيين نحن مع الاصلاحات، لانه الحكومه اللي عندما تشكلت من كل الكتل الفائزه بالانتخابات وتشكلت حكومه شراكه وطنيه في هاي الفتره اللي مضت صار خلل في الاستحقاقات الانتخابيه. يعني رئيس الوزراء عفى نواب رئيس الجمهوريه وعفى نواب رئيس الوزراء وثمه بعض الوزارات، فصار الاستحقاق الانتخابي خلل وغير توازن فيه بالنسبه للكتل اللي فازوا بالانتخابات، اضافه الى البرنامج الاصلاحي اللي قدم به السيد العبادي. خلال سنتين لم نشعر او الشارع العراقي يشعر بنوع من التحسن بالاصلاحات. فلذلك انا اعتقد بان الاصلاحات هي اصبحت واجب ضروري. ولانه التغيير لعله يكون نحو الاحسن. وكثيرين من الدول يعني تجد بانه تتغير الوزاره خلال سنه، يعني عندما تعطي مجال لتغيير لربما الجيد يبقى جيد والغير جيد ينتهي، لا يبقى يعني لا مجال ان يستمر بالخطا الذي يرتكبه. ولذلك نحن مع الاصلاحات ومع تشكيله يكون فعلا بعيد عن المحاصصه الطائفيه. نعم. وان تكون وزاره كفاءات، وزاره تستطيع ان تقدم، لانه العراق يمر في فتره صعبه، في ظرف اقتصادي صعب، في ظرف امني صعب، يحتاج الى ان تكون هناك وزاره تتحمل مسؤوليتها وتكون بالتوافق واتفاق كل الكتل السياسيه وضمن الاستحقاق الانتخابي، ولكن ليس ان يكون من الواجب ان يكون من حزب فلاني، وانما ان يكون ان يعطي حصته لكن تبقى الدوره الانتخابيه التي يتم الاتفاق على هذه الوزارة. بس هي هاي القضية سيد محسن، يعني راح يترك الخيار للدكتور العبادي باختيار الشخصيات، لو أيضا راح نرجع أنه كل كتلة بقدر حجمها وبوفق مفهوم التوازن راح تفرض شخصيات من عدها، لأن هي المعنية بهاي القضية، وأنه هاي الوزارة هي من حصتها وفق الأرقام على حجمها بداخل البرلمان. وراح نرجع لنفس النقطة، لو راح يترك للدكتور العبادي لا، هو يختار الشخصية بنفسه وفق اللجنة اللي تقيم، وممكن لجنة تستقبل سيار ذاتية لمرشحين. أنا أعتقد الخيار العبادي فقط صعب جدا، يعني لأنه يتطلب الأمر أن يكون هناك اطلاع رؤساء الكتل على هذه التشكيلة واطلاع البرلمان، والبرلمان هو الذي يعطي الثقة للحكومة، يعني يكون عدم اطلاع او عدم موافقه الكتل السياسيه على التغيير صار من الصعب جدا تمرير الوزاره في البرلمان.
فلذلك يحتاج الامر ان يكون هناك اطلاع وان يكون هناك تغيير. انا في اعتقادي بما انه هو غير يريد يغير الوزاره فيفترض ان يراجع رؤساء القطن ويغير كل الوزاره ويبدا يدمج بعض الوزارات. يعني هناك راي الان يعني هناك بعض الوزارات صلاحياتها تحولت الى المحافظات. يعني احنا ما يعني أنا أشكر توضيحك سيد محسن السعدون عضو مجلس النواب عن تحالف الكردستاني، كنت معنا من دهوك، شكرا جزيلا لك. وأنتقل إلى البصرة عبر الأقمار معي الدكتور حسن البزوني عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن. حياك الله دكتور، والله بالخير. ويعني معقولة بعد 12 سنة من تشكيل الحكومات والدورات البرلمانية نتجاوز التوافقات ونتجاوز المحاصصة ونتجاوز الاختيار الكتلة والحزب المعين حتى نبطل الخيارات كلها أمام الدكتور العبادي أن ينتقي الشخصية التكنوقراط والكفوءة والمختصة بالوزارة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحيتي لكم وأعرض عليك التحية والتحيات إلى ضيوفك الكرام في الاستوديو وإلى المشاهدين الكرام. الواقع معقولة سؤالك، يعني معقولة، أنا أقول لك معقولة ليش؟ لأنه اليوم إحنا إزاء وضع استثنائي، وضع تماماً يختلف عن الأوضاع السابقة اللي يعيشها العراق. اليوم إحنا نعيش تهديدات أمنية خطيرة، تحديات اقتصادية كبيرة جداً، الوضع الإقليمي، قضية الأداء اللي اختلف، وقضية الضغط الموجود. إحنا نحتاج إلى أداء يختلف عن الأداء السابق. اليوم هناك مطالبات مرجعية، مطالبات جماهيرية، مطالبات شعبية، بالرغم من الخطوات اللي تم اتخاذها وتم إجراءها على مستوى الإصلاح وعلى مستوى التشكيل الحكومية، وبالرغم من وجود برنامج حكومي معلن، إلا أنه الواقع يتحدث عن شيء آخر. الواقع يقول أنه المواطن لم يلمس ثمرة واضحة، لم يحصل على نتيجة واقعية ملموسة من التشكيلة وأيضا من الإجراءات الإصلاحية، لأنه فعلاً الوضع هو استثنائي. دائماً القضية عندما تصل إلى هذا الحد يكون الشخص المسؤول المباشر قد وصل إلى نقطة، إما أن يغير البرنامج أو يغير الأشخاص أو يغير الاثنين معاً، هم يغير البرنامج وهم يغير الأشخاص. إذن من هذا نستنتج بأنه اليوم إحنا إزاء قضية تتطلب التغيير المبني على أساس المهنية والكفاءة والنزاهة. هذه القضية احنا في معرض قضية المحاصصة الحزبية، سميها ما شئت، اشتراك جميع المكونات، هي مو دائما قضية مذمومة بالمناسبة، هي مو دائما قضية سلبية ولا دائما قضية معوقة، لكن يمتى تكون قضية المحاصصة عائق؟ عندما يفرض او تفرض الكتلة السياسية مرشح على رئيس الوزراء وتفرض عليه وزير وهو غير كفو او لا يرى رئيس الوزراء بان هذا ينسجم مع توجهاته او مع برنامجه، هنا تكون القضية قضية عائقة. لكن عندما تقدم الكتلة السياسية مرشح لمنصب معين لاستلام حقيبة وزارية وتتوفر فيه المعايير، تتوفر فيه الشروط، طبعا قضية التغيير قبل هذا يجب أن تكون خاضعة لمحورين مهمين. المحور الأول محور التقييم، ومحور التقييم لكل أداء مطلوب جدا، ومحور التقييم به ثلاث مستويات. المستوى الأول مستوى المراجعة، والمراجعة للبنية التحتية، مراجعة للأداء، مراجعة للنتائج، هذه مستويات ثلاثة حتى يكون تقييم. وترجع مرة أخرى إلى قضية الاستبدال، والاستبدال يحتاج إلى أن يكون لديك معايير، لماذا تختار أليف دون باء، ولماذا تختار جيم دون دال؟ هذه قضايا تضعها لجنة خاصة، هيئة خاصة، مجموعة خبراء، مجموعة تكنوقراط. المهم أنه عندك معايير معينة تستندلها حتى عندما تقيم عندما تقدم يعني السيد رئيس الوزراء عندما يقدم برنامج تغييري يكون هذا البرنامج مقنع وقابل للتطبيق وقابل للمصادقة. أعتقد أنه اليوم يعني أرجع إلى سؤالك اللي اختصرته بمفردة واحدة، كلمة واحدة، معقولة. معقولة، أنا أرجع وأقول الواقع اليوم يفرض كلمة معقولة ويفرض أنه على الجميع أن يتعاون. ماكو مناص عندنا، ماكو طريق إلا أنه الجميع يشترك. هذه مسؤولية رئيس وزراء ومسؤولية البرلمان ومسؤولية الكتل السياسية، على الجميع أن يتماشى مع قضية الإصلاح، بشرط أن يكون التغيير هو باتجاه الإصلاح، والإصلاح
باتجاه خدمة المواطن، وإلا باعتقادي أنه قضية تغيير من أجل التغيير قضية ستكون قضية بلا جدوى. وأعتقد أنه طالما توفر لدينا التقييم المنطقي والمعايير الواقعية المبنية على أسس مستندة إلى مقاييس حتى استفادة من تجارب الآخرين، تجارب دول العالم، أعتقد القضية ستكون مقبولة وأطمئن. طبعاً اليوم يعني أعتقد أنه يشاركوني الزملاء في الاستوديو أنه اليوم الأجواء مهيئة والشارع ضاغط، وأعتقد الأجواء في مجلس النواب اللي هو مشكل من كتل سياسية مهيئة لتقبل أي عملية تغيير وأي عملية إصلاح. جيد، أنا أشكرك دكتور حسن. دكتور إياد، بس بعدنا بأنه حجم الكتلة أو حجم الائتلاف السياسي بداخل البرلمان هو يأخذ الوزارات على نفس العدد، هذا يأثر على التغيير لو نعطي كل الحرية لرئيس الوزراء حتى يكون تغيير حقيقي؟ يعني إحنا مسبقا أمام خطاب، الخطاب إذا كان يحمل خطاب الكتل السياسية إذا كان وضع لو أو اشتراطات مسبقا على أنه للإصلاح، بمعنى أنه هنالك إعاقة ستتم، بمعنى أنه يجب أن تتم على أساس التوافقات واختيار الأعضاء. أما نترك الموضوع أمام دكتور حيدر العبادي باختيار وزارة حكومة كابينة حكومية هو المسؤول عنها مباشرة، وهم مسؤولين الوزراء أنفسهم عن المنجز الذي يقدمونه، ويتم تقييمه وفق خطة موضوعة لمدة سنة، يكون تغيير حقيقي. هذا تغيير، أو أنه نعود للمربع الأول، حكومة أحزاب وحكومة توافقات، ومن ثم البقاء في دوامة الفشل وإعادة إنتاج للأزمات مرة أخرى. لا يوجد من يتحمل المسؤولية في هذه الحكومة، والكلفة يبرر نفسه أنا أفشلت ولا أنت ما تشوف أفشل. قضية التوازن ده تتكرر هواي حقيقة، قضية التوازن أصبحت ليس مطلب داخلي، بمعنى بغض النظر عن تأييتها أو ما، هنالك خطاب حتى في الخارج يؤكد على هذه القضية. القوى التي سكتت لحد هذه اللحظة وعدم مسايرتها خطة الإصلاح أو التأكيد أنها مع مشروع الإصلاح فلديها إذن تحفظات على هذا المشروع. لحد يوم أمس في مؤتمر ميونخ وزير الخارجية السعودي أكد على أنه هنالك خطة إصلاحية لإشراك السنة وعدم تهميشهم، بالنص قاله في ملتقى ميونخ يوم أمس للأمن بأنه هنالك خطة تجري وفق هذه المحددات، وكأنما الموضوع أنه هنالك تهميش وأقصى، هنالك مطلب إصلاحي. السكوت لحد هذه اللحظة بمعنى أنه يجب أن يكون لنا تمثيلنا في هذه الموضوع، وليس تمثيلنا من خلال تمثيلنا كقيادات حزبية، وليس كقيادات تكنقراط وكفاءات وتملك المؤهلات لإدارة هذه الوزارة. هذه قضية شائكة جدا، كيف يتم التعامل معها من قبل رئيس الوزراء؟ يجب أن يكون واضحا وصريحا أمام هذه القضية. قد يكون لا يوجد غير أن يكون أنا مرشح سني أو مرشح شيعي أو مرشح من أي طائفة معينة، لكن بشرط ما هي مؤهلاتي. هذه المؤهلات يجب أن تؤهلني لأداء هذه الوزارة وفق قد يكون التوافق معين، والتوافق مطلوب داخل الكابينة الحكومية على اعتبار أنه هو مجلس وزراء وليس انه رئيس وزراء يختار. ولذلك ماكو مشكله بالمرجعيه الحزبيه اللي راح تكون للمرشح؟ المرجعيه هي المشكله هنا، المرجعيه الحزبيه لن تختار من هو خارج الاحزاب، بل هي تؤكد حتى من فشل. لا فرضا قدم الشخص كفو، معايير ماكو، نحن نعتمد المعايير وليس نعتمد الاسماء. المشكلة بالأحزاب أنه حتى الشخصيات التي فشلت في الانتخابات وفي الحصول على أصوات تؤهلها لمجلس النواب يجب أن يتسلم وزارة، أصبح مبدأ أم غير مبدأ؟ لا، بل تشترط هذا في تسمية حكومة شراكة وطنية، حكومة وحدة وطنية. الآن نحن أمام استحقاق، هذا الاستحقاق جماهيري، فأما مع جماهيرنا أو مع الأحزاب والكتل التي لم تنتج شيء ولم تقدم شيء إلى العراق. من يجيب على هذا السؤال هو المعني بالإصلاح بالدرجة الأساس والذي لا زالت الكرة في ملعبه، الدكتور حيدر العبادي. وراح تبقى حكومات بلا معارضة هذه إلى متى يعني؟ هذه قضية المعارضة جدا مهمة، خلينا نرجع لك بها، بس خلينا نكمل موضوعنا لأن موضوع المعارضة خليه بالأخير. أنت كتبتي ملاحظات، بس أريد أسألك أنه اليوم فعلا يعني هيش أكو مصداقية بالكواليس؟ هسه ما أريد نحكي بالإعلام، الكل مؤيدة دكتورة،
بس بالكواليس فعلا انتهى موضوع الوزير، كان الوزير هو منصب سياسي والكل متفق على هذه القضية. اليوم بالكواليس فعلا الكل متفق أنه يكون منصب للكفاءات والتكنوقراط؟ والله صارت يعني وصلوا إلى يعني في أروقة البرلمان ومع الكتل السياسية الكل ممتعض على الأقل يعني سرا ممتعض من أداء بعض الوزراء، حتى يعني قسم من كتلتهم يعني من نفس كتلة الوزير عندما نسأله هل أنتم راضون على وزيركم هذه الإخفاقات الموجودة كذا كذا يعني نؤشر على بعض النقاط يقول لا نحن غير راضين. إذن لماذا لا تستبدلون؟ هو الوزير قيادي، هو قائد لهذا، هو وزير قيادي. المشكلة إحنا نرجع على المحاصصة، هذه المحاصصة المكوناتية والحزبية هي يعني سبب الفزع يعني بالضبط مثل ما تفضلت أنه أيضا يعني نأتي بوزير مرجعيته سياسية الحزب الفلاني، إذن هو سيعمل على لصالح الحزب الفلاني. فهذه المشكلة. لكن إذا كان تكنوقراط ووفق معايير ومع تغيير في أجهزة الرقابة، عندنا أجهزة الجهات الرقابية حقيقة جهة عرقل جهة. نحن جلسنا مع رئيس هيئة النزاهة مع الجهات الرقابية الأخرى، ديوان الرقابة المالية، جهة رقابية تشكو من عرقلة الجهة الرقابية الأخرى لا تكملها. يعني بدل أن يكون هناك تكامل بين الجهات، ويعني الآن مثلا يعني ديوان الرقابة المالية المعروف عنه أنه قديمة من أنزه الجهات، وهيكليتها ممتازة، لكن أساليبها قديمة متقادمة لا تنسجم مع الآليات الموجودة. إذا غيرت الشخوص راح أحل هاي القضية الإدارية والعملية؟ لا ليس فقط شخوص، ليس يعني الشخوص داخل الديوان الرقابة، لا أو كل المؤسسات حتى ما سوي تقاطع. نعم لا يجب، لأنه بعض الشخوص وأكثرهم جاءوا بهم من الأحزاب، يعني المدراء العامين في بعض الوزارات يأتي بهم الحزب الفلاني، هذا المدير العام لا ابن الوزارة لا متدرج بهيكليتها لا ما أخذ له وظيفة، ابن الوزارة الحقيقي يتدرج معاون ملاحظ، ملاحظ، رئيس قسم، معاون مدير عام، إلى أن يصير مدير عام هو ملم بدائرته ثم بشؤون الوزارة ابن الوزارة. أنت لما حزبي تجي أنت على التوازن وعلى الاستحقاق تجيب مدير عام تخليه بوزارة لا يعرف شكو بالوزارة ولا، فإذا هذا أولا يسبب تذمر لموظفي الوزارة للدائرة أنه هذا شنو جاي ما يعرف كل شيء ويجي أخذ الامتيازات وأخذ السيارات وأخذ الراتب العالي، بينما ابن الوزارة الحقيقي ينتظر أن يتدرج بالوظيفة ويوصل إلى مدير عام هو ملم بالوزارة وعليه تحقيق أهداف الوزارة بما ويعرف جميع مفاصل الوزارة. ثم الوزراء يجب يعني من الأحسن، شوف دكتور حسين الشهرستاني عندما غادر وزارة النفط بالدورة السابقة اختار من وأصر عليه هو عبد الكريم العيبي، كان هو ابن الوزارة وكان مفتش الوزارة، قال يجب أن يكون الوزير من ابن الوزارة. والآن حتى إذا غادر التعليم العالي أنا متأكدة أنه سيختار من ابن التعليم العالي، أحد يعني من متدرج في التعليم العالي، من عارف مشاكل التعليم العالي، من عارف تحديات التعليم العالي، من عارف كيف يعالج مشاكل التعليم العالي. هذا هو التكنوقراط، هذا هو الشخص التكنوقراط، وشخص دكتور حسين الشهرستاني اللي هو على قمة التكنوقراط والذي كان هو مرشحا من قبل الأمم المتحدة في 2005 عندما جاء الأخضر الإبراهيمي وقال الأمم المتحدة اختارت حسين الشهرستاني ليشكل حكومة تكنوقراط في العراق، ولكن الكتل السياسية لم ترق لها ذلك، وبعض الشخصيات قالوا لا يعني يكون سياسي من عندنا. أنا الآن لا يعني هو أصلاً شخص زاهد وقدم استقالته يعني، وأينما يذهب برا هو عالم ذرة ويعني بس هي مبادرة تعتبر، ولكن مبادرة يحترم رئيس الوزراء ويحترم مبادرة رئيس الوزراء وينصاع لأنه هو وزير ورئيس الوزراء طلب التغيير الوزاري، ف
فهو يعني قدم استقالته، ان انت طلبت تغيير وزاري وتفضل الان حاضر. انت ذكرتي يعني موضوع مهم، انتقلتي لي للدرجات الخاصه وموضوع المدير العام، وخلينا نقل هذا الدكتور حسن البزوني. قضية الدرجات الأخرى يعني الوكلاء والوزراء، يعني دائما من نسمع بالتغيير الوزاري يشمل فقط الوزارة، لكن أكو مناصب كثيرة إذا كان كمدراء عامين أو كوكلاء هذول أكثر، وذول دائما ينادي السياسيين بقضية التوازن. لذلك هاي شو راح تنحل ضمن مرحلة التغيير الجذري برأيك دكتور حسن؟ والحقيقة هي مو بس هذه، يعني هي هذه مشكلة متأصلة. العجيب بها يعني وصلت عندما توصل قضية التوازن أو المحاصصة إلى حد رئيس شعبة أو مدير قسم، ولذلك أنه القضية المعتادة عندما يتم تغيير حقيبة وزارية تشوف يتغير مدير عام، يتغير مدير قسم، يتغير رئيس شعبة، وكثير من القضايا تتغير مع تغيير الوزير. هذه أعتقد طالما أنه بدأنا، طالما أنه أصبحت معقولة قضية تغيير الوزراء ليس على أساس المحاصصة وليس على أساس الحزبية بل على أساس المهنية والكفاءة، أعتقد هذه تغييرها أسهل. اليوم إحنا هذه الدرجات، الدرجات الخاصة ابتداء من وكيل وزير، من بعد ذلك نزولا إلى مدير عام، وتدرجا إلى باقي المسؤوليات، هذه أكثر مساسا بالمواطنين وأكثر مساسا بحركة الدائرة وبحركة الوزارة. هو اللي يتعامل بشكل يومي بما يدخل وما يخرج من الوزارة من الهيئة. هذه الأماكن جدا حساسة وجدا مؤثرة، وأعتقد أنه الخبرة المتراكمة عد هكذا شخصيات اللي نسميهم ماشية ابن الوزارة، ابن المؤسسة، ابن الدائرة، هذه قضية لها ثمن وقضية لها تأثير واضح، وقضية يجب أن تكون حاضرة وموجودة. أعتقد إحنا إذا سلمنا مبدئيا بقضية ضرورة التغيير على أساس المهنية والكفاءة، وجود الشخصيات الكفوءة في هذه الأماكن الحساسة أيضا مهمة. إحنا بعض هذه المواقع اليوم أغلبها بالوكالة وأغلبها باقية يعني بدون أمر وزاري واضح، وأغلبها خاضعة ل تتغير مع تغيير الوزير. هذا اليوم ايضا يجب ان توضع لها حدود وتوضع لها معايير خاصه. شلون نخلي معايير للوزير؟ ايضا نخلي معايير للمدير العام، لوكيل الوزير، لرؤساء الاقسام، وهكذا، سواء على مستوى الخدمه الوظيفيه، على مستوى الشهاده، على مستوى الخبره اللي جايه من تراكم الخدمه الوظيفيه. جميع هذه المعايير تكون موجوده، واعتقد انه اليوم ايضا كما ان الفرصه مهيئه لتغيير الحقائب الوزارية، أيضا فرصة مهيئة لتثبيت أو تغيير الأشخاص الموجودين في الدرجات الخاصة، وكيل وزير، مدير عام. وهي أؤكد عليها طبعا قضية جدا حساسة، لأن هي عصب الوزارة أو عصب المؤسسة أو عصب الدائرة، هي هذه الشخصيات وهذه المسؤوليات والمواقع الموجودة. أعتقد هي قضية ضرورية جدا، لأنه اليوم مع أي تغيير ومع أي إصلاح يجب أن يكون تغيير والتفات إلى هذه المواقع المهمة. أنا أشكرك دكتور حسن. دكتور رياض، يعني الفرقاء السياسيين بالتالي متفقين، هسه ما أعرف هم متفقين بس إعلامياً أو متفقين بالواقع، هسه هذا موضوع آخر راح يبين بالأيام القادمة. بس أكو قضية مهمة، أنه هم راح نظل أنه الكل تسمي وزراء والكل تسمي درجات خاصة، ونبقى إلى الأبد بدون معارضة بعد 12-13 سنة على يعني دولة جديدة. هذه قضية أساسية، هنالك شيء في السياسة اسمه مؤسسة السلطة، بمعنى فصل السلطة أو الوزارة أو المؤسسة عن الأشخاص الذين يمارسونها. تتراكم الخبرات، تتراكم القوانين، تتراكم العمل الإداري، السيستم بصورة عامة يبقى وفق أطر محددة ووفق معايير علمية. المشكلة بالعراق أي المشكلة اللي يجي وزير أنه يغير الستاف كله حتى أنه البواب يغيره، وهذا بالنتيجة يغيره ليس وفق على معايير أو رؤية بتحديث وإدارة عمل المؤسسة، معايير العشيرة والمحسوبية. مثلا هسه عندنا بعض الوزارات أنه شخص معين يكتب مقالة معينة يمدح بها الوزير، هذا الشخص هو من يحكم ويتحكم في أهم وزارة بالعراق، وهو الذي يأتي فلان ولا يقبل فلان في اختبارات التي تحتاجها الوزارة. هذه قضية أنت بسبب مزاجية
الوزير ومزاجية القائم على الوزارة. ممكن أن يعني نخلص من هذه القضية أن لا يكون هذا المرشح حزبي أولا، وأن يتم تقييمه على أساس الأداء والمنجز الذي يقدمه، ومن خلال تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، هو تشريع ورقابة. هسه لا التشريع موجود، يعني تسمح لنا دكتورة سميرة ودكتور حسن، لا التشريع أنه منجز، كثير من القوانين معطلة وقوانين مهمة في بناء الدولة، ومن ثم ولا الرقابة فاعل بهذه القضية، لأن كتلة تدافع عن وزيرها وكتلة تعترض. هنالك قضية أساسية، لا يمكن أن نكون ديمقراطية ولا يمكن أن نتحدث عن برلمان بدون أهم وظيفتين، فهو إذن مجموعة من الأشخاص تأخذ رواتب ولا تمارس سلطاتها. بالمعنى الآخر إنها مجموعة تعتاش على قضية المشاحنات وقضية الأزمات وليس على أساس المنجز. هذا القضية تنعكس على بناء الدولة وتنعكس على قضية اختيار قيادات. هنالك معلومة على أن بعض الوزراء الذي يبيع يوم بعد آخر مؤسسات، والذي تحدث بلغة ترفض الإصلاح على أن التغيير يجب أن يكون شامل، هذا الوزير يبيع الآن مؤسسات التابعة لوزارته ولم يتب استجوابه. هنالك معلومة من بعض النواب على أن هذه قضية يعطل بسبب أنه التوافقات، هنالك إرادة وهنالك تواقع، لكن يتم بسبب التوافقات انه زي. اذا تم استجواب هذا الوزير سنستجوب وزير. اذا تم التغيير بالكامل والدكتور العبادي جاب الكابينه الوزاريه هو بنفسه اختارهم، بالمقابل هنا راح نفعل دور المعارضه انه يكون البرلمان هو مراقب بشكل كبير على هذه القضيه. هنا راح تكون المسؤوليه مباشره، اذا فشل البرلمان في اداء الرقابه فهو يتحمل المسؤوليه، على اعتبار انه هؤلاء من اتى بهم الدكتور حيدر عباد. على فكره جدا نقطه جدا مهمه، الان الكره ما دامت في ملعب الدكتور حيدر عبادي فهو مخير، اما ان يقول هذه الوزاره وتقبلونها فانا مسؤول عن اداء عملها لمده سنه ومن ثم تفعيل دور المعارضه حقيقيه، واذا لم تقبلوه فهذه استقالتي وانا مقدم استقاله وحكومه تصريف اعمال لحين اختيار غيري. هنالك سيكسب الشارع وسيكسب الجماهير وسيكسب مصداقيه موقفه في الاصلاح. يا مشهد اقرب دكتوره اللي ذكرها الدكتوره اياد، مشهد انه اي وزاره راح يختارها اليوم الدكتور العبادي راح يرضى بها النواب؟ وانا ارجع واقول بالكواليس الكل متفقه. الان الكره في ملعب مجلس النواب لانه ممثل فيها كل الكتل السياسيه، والان هم امام ومجلس النواب أمام الشارع العراقي، أمام الشعب العراقي. الآن لن يسكت الشعب العراقي، وصل الوعي عندهم والتذمر وعدم الرضا. فمجلس النواب الآن يجب أن يعني يقف هذا الموقف التاريخي وأن يوافق وان يصوت على التغيير المزاري. ذكري مجلس النواب بشكل عام، انا احكي لك كتل اعلنتها صراحه انه هي قابله بالتغيير وخلت استقالات، واليوم خطاب السيد مقتدى الصدر سنذهب الى التصويت، والتصويت يعلن على الشعب العراقي المصوت من صوت للتغيير والاصلاح ومن لم يصوت. الان الكتله في مواجهه الشعب، في مواجهة المرجعية. أنتوا هسه شو تريدون، تصويت على قرار التغيير لو تريدون تصويت على الناس الجدد اللي راح تجي؟ لا، احنا قرار التغيير احنا مأيدين. جيد. ونأكد عليه وفق المادة 78 أنتوا تريدون الناس المرشحة جديد؟ نعم. هاي قد تاخذ وقت تقديم دكتورة؟ يعني الآن التقييمات ولا أدري ما في رأس رئيس الوزراء، يعني هل أكو هو احتمالية أنه وزراء يبقون بمناصبهم؟ أكو استبدال، أكو تغيير، أكو ناس يعني يحملون كفاءات. لا دكتور الأفضل، هاي النقطة مو واضحة لحد هاي اللحظة، هل هو إقالة، تغيير، استبدال؟ لا هو قال استبدال وتغيير، استبدال هو قال وتغيير. استبدال يعني وتغيير. لحد الآن لم يقدم شيء إلى مجلس النواب. بعض الوزراء معناه بباله، معناه ايه؟ عنده شيء يعني عند بعض الوزراء. بس أنا استعداد مجلس النواب على هاي القضية. نعم. لا عنده تغيير بعض الوزراء استبدال وعنده استبدال آخرين. أكو قضية بعد تستمر، دمج وزارات، تحويل وزارات إلى هيئات وغيرها، أكو إيش فكرة؟ قد هاي ضمن مشروع إصلاحي كامل. نعم نعم نعم. والدرجات الخاصة اللي حكينا عنها أيضا، الدرجات الخاصة راح تشمل الدرجات الخاصة والهيئات.
ويعني مستويات أخرى في الدولة. جيد، خلي أنقل. لكن أنا أريد أضيف شيء واحد. تفضل. التقييم الآخر يعني ذكروا الإخوان الأخ حسن والجناب الدكتور أياد يعني المحاور اللي يعتمد عليها في التقييم الأداء الوزراء، كذلك ما صدر من الوزير من المحسوبية والمنسوبية. هذا تقييم. أكو وزراء جلبوا كل عشيرتهم وقرايبهم للمكتب، يعني الوزارة صارت لهم. ومن تغيرت الوزارة جاء الوزير الجديد، ايش سوى؟ بطل القديمين وبطل وجاب الجديدين. يعني هذه فالظاهرة يعني جدا سيئة. هاي هذا الإصلاح راح يصلح هاي القضية. فإذا هذا مؤشر على الوزير غير يعني مو بصالحة. أي وزير الآن يعني وكلها معلنة. الآن تشوف أن الشعب العراقي كله يعرف، الجهات كلها تعرف، الصحف ده تكتب، المواقع ده تكتب. صحيح. فلان وزير، فلان وزير، منو اجا وجاب وياه، ومن ذهب الى الوزاره ولم ياخذ معه احد من 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 مكتبه القديم. ان نرجع اقول انا مو متحن فيه او الدفاع عنه، دكتور حسين الشهرستاني لو اخذنا نموذجين يعني دكتور الشهرستاني وهو نموذج لن يتكرر كما كتب عنه. ذهب الى وزاره التعليم العالي ولا شخص وياه من مكتبه اصلا، مكتبه عفهم راح وبحث لتغيير مدير المكتب، قال ابحثوا لي عن أي شخص يكون ابن التعليم العالي. وجاء مدير مكتبه قيل له أنت لو من حزبه لو من منطقة بكره، قال لا من حزبه ولا أعرف حزب هيجي ولا أعرفه ولا يعرفني ولا من كربلاء. اختار ليا شخص آخر رئيس إحدى الجامعات، قال هذا شخص يتناسب معه، ولم يأخذ حتى مستشار القانوني أو إحنا ننتظر مبادرة الدكتور الشهرستاني أنه بلكي يعني تتعمم على الجميع ويأخذوها كخطوة إن شاء الله. هو فتح الطريق ممتاز، أحسنت. نعم، فتح الطريق للآخرين أنه قدموا يعني جائز. الآن حتى تقديم الاستقالة معناها احترام للدولة، احترام لرئيس الوزراء. خليني بخير دقيقة اللي أنت اختارته يعني الدكتور حسن البزوني. خليني أختم يا دكتور بدقيقة واحدة، خلينا أختم وياك. التغيير راح يصير لأن أيضا الكتل السياسية بتخاف على نفسها، لأن يعني هذا جمهور انتخابي، ومن تخالف رأي الشارع وتخالف رأي المرجعية راح تسبب لها مشكلة بالانتخابات. بس أنا سؤالي اليوم، الوضع الاقتصادي والوضع المالي والتدني أسعار النفط، تعتقد أنه الجديد اللي راح يجي يعني يستطيع النجاح، يقدر ينجح في ظل هاي الأزمة اللي يمر بها العراق؟ تفضل. وسؤالك هيئ للأرضية للحقيقة المداخلة اللي ردت أقولها. تفضل. إحنا اليوم نتحدث، وطبيعي دائما نتحدث عن قضية أداء الحكومة، لازم حقيقة نأخذ بنظر الاعتبار الوضع الاقتصادي ووضع الوزارات، وأنه معظم الوزارات ترى ما استلمت سوى 10% أو 5% من موازنتها التشغيلية اللي هي عادتها بالأساس. هذه قضية يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، ولذلك التقييم يجب أن يكون مبنيا على هذه المفردة. الحقيقة أنه أنا أعتقد أنه مثل ما صوت مجلس النواب بجميع كتله السياسية على قضية الإصلاحات، والتي كانت فيها قضايا غير طبيعية، قضايا خرجت على الروتين وخرجت على المعتاد السياسي، وفيها تغيير لمناصب مهمة وفيها تغيير لأشخاص قياديين، مجلس النواب وافق بكل سلاسة وبالإجماع. أعتقد أنه عندما تقدم ورقة التغيير الجديدة، أعتقد أنه مجلس النواب، وبالمناسبة هي لم تقدم لحد الآن. صحيح. لكنه عندما تقدم أعتقد كلما كانت قريبة من الإقناع مجلس النواب سيصوت عليها. الأرضية مهيئة بشكل تام، وإحنا متفقين دكتور حسن أنه النجاح بالتالي بهذا التغيير الجوهري ما راح يحسب فقط للدكتور العبادي بل لجميع الكتل السياسية وجميع السياسيين. شكر جزيل للدكتور حسن البزوري عضو مجلس النواب عن كتلة المواطن كان معنا من البصرة، والشكر للدكتورة سميرة الموسوي عضو مجلس النواب التحالف الوطني لدولة القانون، ممنون منك دكتورة، وأيضا الأكاديمي والمحلل السياسي دكتورة اياد العنبر، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم مشاهدينا الأفاضل لبقائكم معنا طيلة هذا الوقت. فيما بعد.